شاهدينا دينا دلوقتي، خلينا نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق فعاليات المؤتمر الدولي السابع لكلية الفنون التطبيقية تحت شعار مستقبل الفنون التطبيقية بين ريادة الأعمال والتحول الرقمي. يأتي هذا المؤتمر في ضوء رؤية مصر 2030، حيث اتجهت الدولة نحو اقتصاد المعرفة، ومع ازدياد الاهتمام بخلق اقتصاد معرفي مستدام، تغيرت التوجهات فيما يخص التنمية الاقتصادية والاستثمار، وأصبحت التنمية المستدامة هدف تسعى الدولة لتحقيقه، واتضح ذلك من خلال الاهتمام بمجال ريادة الأعمال كإحدى أهم ركائز التنمية. كما اتجهت الدولة لتعظيم الاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة قوية تجمع بين فريق الأهلي مع سان جورج الإثيوبي على استاد القاهرة في ذهاب دور 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 8 مساء. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع خمس مباريات قوية في إطار الجولة السادسة من عمر المسابقة، هيلتقي تشيلسي مع أستون فيلا الساعة 4، في نفس التوقيت هيلتقي كولا من ليفربول مع ويست هام، وأرسنال مع توتنهام، وبرايتون مع بيرنموث، والساعة 6:30 هيلتقي شيفيلد يونايتد مع نيوكاسل يونايتد.